هات حلاوتي. والله امسك امسك والله انك اشتقت. والله اني احب ما اداني معمول والله ما اداني وانا والله أنا تخيل انا ما ارتحت في بيتك. علمني اشتقت لي ولا صد؟ لا يا اخي الصد لا 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 الصد الصد اي والله لا بعد حتى انا اشتقت العيال اشتقت للهاوس اكثر من العيال والله والله ما ارتحت في بيتنا والله 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 اني نمت في بيتنا ساعتين بس تخيل بس كيف اللي وهنا اشوف بس اسمع اشوف السودة اشوف السودة واشوف الاوتفيت المول اشوف الاوتفيت الحلو سودة والله والله اصبر انت انت رحت وخربت عليهم جبت لهم الشمس شوف يوم رجعت كلكم من الطفش لا 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 هذا وش بعد اصبر هذا ما تابعت صدق مين دنعم. تدري يا سعود ما شفت اني انا اللي علقت صورتك سعود ما شفت والله هذه نصب وصورتي انقشعت مدري من شلها حسبي الله ونعم الوكيل شوف هذه ما اللي جايبها يا عيال الدنعة دنعاوي الفخم ايش قلت قبل شيء الفخم الفارس ايش قلت قبل شيء يا سعود يوم قلت علقت صورة ايش قلت انت ايش قلت بس ابغى الكلب غصب خلاص ابعلق بس تسوي تشقها لا لا والله والله يا احمد يمكن يحصل فيلم مستحيل والله يمكن يحصل مستحيل. فيلم والله يا احمد والله ترى اتكلم جد يا ورع يا بابا ما نبغى انتظار باول يوم والله خليني اقبحها إيه؟ خلها بكره انتظار اليوم ايش باك يوم الاحد بيجي على حسي وحسك فكنا نصيح انا خلاص انا مسالم اللي تبغاه امشي انا مسالم راجع القريه مسالم لا لا ما تحط فوقي مسلك لي انت ليه هنا سموت باخلاقك انا معطيني سموت باخلاقك بعد متميز الثانيين انا متميز حداك انا احد زي النجم ريالتي فارق ليه مسلك لي بكتابه تو انتبه خلنا وهرب وحبوب ما دام جاتك كذا احمد ربك ذيبان ربيتك فشة تمنبها يا تعبان والله منبها عليكم كلكم يا كذبان يا كذبان يا تعبان دنعة جعل قلم لا طمك بالله يا دنعة كيف ايدك ها كيف ايدك والله ثقة فين كنت؟ والله بشوف إيه رحت؟ ليش ما تصور؟ الله يا قلعه تدري اني اول شيء انا خاف نمت انا خاف انتظر محتواك طيب بعلمك حاجه انت اخوانك اللي كلكم طقم ثلاجات انتم ثلاجات ما يفكر احد يغير تحليقه حتى يعني ايش؟ لا ما هو يعني ايش؟ يعني طقم ثلاجات ايش؟ السيف لانها قويه ثلاجات السيف لان السيف راعي كيف؟ وانا امدح السيف من ورا يعني تمدح على حس انه ولك ايه انا اللي بعلمك بعدين ما قلت لك كان زي خالك شفت المقطع تبغى ترد ولا يا اخي ابها تاخذ عقلك شو قال الحين ماخذ عقلك اي اقول الحين ما شفت خلاص يا ابها البهيه تخلي لا 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 خلاص ليه عيني عشان الديره عشان قاعده الديره مقهور صح انا دق علي مقهور بابا بابا تراك متعيد الحاله انت اي والله الحال طفشان انا لا اشكوك الى من في الارض اشكوك الى من في السماء يا اخي يا اخي حظكم انتم في الديره ابغى وادي بلاش والله اني ادور تذكره صح ولا لا احنا انا وهذا ما لقينا طيب ما قلت شيء خلاص دقيقه او دير يعني مثلا يعني تبغى تروح الديره تذكرت جاني اشتقي يا اخي ما خليت ما لقيت حجز يا اخي دورت في بيشه قلت حلو قال دورت يا ابا قلت حلو قال دورت يا اخي ما مشيت قلت طيب يوم دخلنا التطبيق قال والله اني يا تبي يوم دخلنا التطبيق يبغى ينزل ايه المهم قال والله انا اجيب لك يكتب اختصار يبغى ينزل على قمر اختصار على KMX في تطبيق المطار ما يدي حقتنا يا اخي مكتوب خميس بشيت لا خميس بشيت يوم دخلنا بنزل كذا ابها الدولي قال بس كل المطارات واحد يقول فهمت فاقول انت ايش جابس والله نسل جديد والله من زمان كنت بقول يو غلط بس هي اتوقع 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 انها هي بصيره تشاركوا ليه 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 يا عيال ليه نزل اي كنا نضحك على هذا إيه؟ ربي بلا عكسيه ما ادري ايش جاته إيه حتى سعود هو سعود صاحب اقوى تحديد راس ما سواه
لف لف شوف ما في تبطي خلاص ابي المرزام ما في واحد واحد والله جلده قلاب القلاب القلاب تبارك خليك بالقلاب يا عيال طلعنا كلنا نفس القصه مش نفس الحلقه كلنا على قلب رجل واحد ترى اعطيك هد امزق وجهي على رجل قصه واحد والله مؤخر مني لا اخر مني بس اسمع بس اسمع تحتر ترتيب ماسكات علمني الطريقه فانا اسود نشبت فيها عشان كذا هي شمس الديرات انت صلى يكتب اجرك على الله الله شلفت شلفت تحمل لطمه وش فيه لطمه شوف له حق ده ايش تبغى يا منكوب يا منكوب يا ناكل الخوه ايه الرياضيه والله انك هو اقسم بالله انا متخون انا وياه يا تعبان صباح الجمعه السينما اصبر صباح الجمعه اول حاجه تحسهم زابرين الاستديو 30 ذبه دي ما ادري طالع احد يروح الحفل الظهر اقسم بالله زبله ربحان انتم الحفل الظهر صباح ما الظهر صباح 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 اصباح اصباح عشان يزيد بالعكس بالعكس والله نحن تمديك هنا هنا ردنا حلو والله الجنوب تمشي في اي وقت اي والله اي وقت طيب انت اخوي اللي معك شفت الشمس شفت الشمس شفت الشمس تعكس والله ما شفت الله فيها فوايد حتى اخويك رصه فيها فوايد فيها اخويك رصه يا ماجد شفت الشمس فيها اي الشمس في السوداء الشمس يابها دقيقتين بعدين يجيك ضبع يا ابوي هذه صوت هذا هدف عليهم ساعتين حبيبي تبغى صديق اسمع قريبه هنا اسمع اسمع الصدق اللي يحبها الله والله نحن هذا اليوم كلها شمس ذا اليوم يوم فلحنا والله انه والله اليوم يقولون امطار امطار بس تذكر ان الامطار انها بكت لفرقان الله فرقان فرقان يا لعيب فرقان اللي في راقنا لا والله مين به مين من فرقان من بكت لا خلاص كلام من بكت صدق بكت بكت السحاب اللي فراق بين الشباب ايه فراق جميله فراق الله يصلح الصبر لا والله ما لحق شيء والله اني طالع الساعه 10 الطايره وانها شمس بعدين شمس تجي لا تصقيني والله العظيم ترى كان معي شعر واجد بس مع الحظ تقديع ونقد على عندي مشكله تفتفت من الشباب ما جاء ولا انا تكلمت انا ابو حنيف كم ارسلت لي اسد انت كم ارسلت لي اسد يا اخي 14 اسد يا مسري طبعا قبل عندي اشياء يعني والله لا لا هذا لا والله انا انا احفظ لا انا جاهز والله اعوذ بالله لا والله هاي في واحد بغى يطرحني بشغله بكره 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 لك انت هنا اني انا انسان محترم اخوي ما بي اتكلم حلو مسكون اللي في الزاويه احنا بنشوف ايش حبيبي والله احنا مسكون في الزاويه لا يا رجال والله صارت احداث الشغله الثانيه واحد جايني في البث يقول ماجد وين اختفت فقره البست قلت كذا تاخذ منه 70 قلت هذه البست يا طول العمر يعني تجيبها بالدنع العلوم العلوم تجيبها بالدنع تصور يا ابو دنع جميل كيف حالك انا بس يا ولد من زمان الشباب شو يسوون يا اخي والله بخير ابشركم شلونكم عساكم طيبين مالك مقفل العاب انت انا عايد عليهم